وإلى الحبيب أبث هذه الشكوى وغزة تصطلي بالنار، فأقول له: رسول الله، أشكو حال قومي، يسوس شؤونهم شر لآمي. ففي يمن سعيد ذاق نحسا، وسودان يمرغ بالرغام، وقدس الله تشكو ضعف قومي، وتنظر من يمسك بالزمام، وغزة هاشم تصلى بنار، وعربي محل قوم من نيام. ظلامتنا إلى المولى تعالى تنوح بسجعها غرق الحمام، شكات ليس يكشفها سواه، قدير مجلي بأس الظلام. وفي الأفق البعيد تلوح بشرى، صلاح زاحف نحو الأمام، يقود جيوشه للنصر قدس، وهادج لنار بلا لثام. فوعد الله في قدس قريب، سيهطل عاصرا دمع الرهان. شكرا لحسن استماعكم، ونصر الله اخوتنا في غزه، والى لقاء النصر ان شاء الله قريبا. طيب الله هذه الانفاس شعرا ونشيدا دكتورنا الفاضل. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. يحمل سماحته درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، الحديث الشريف وعلومه. يحمل العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، عضو رابطة علماء الأردن وبلاد الشام وآسيا وشرقها، عضو الهيئة العامة لمراقبة الهلال دائرة قاضي القضاة، شغل منصب الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي بوزارة الأوقاف، الأمين العام للجامعة الإسلامية العالمية، عميد كلية الشريعة والقضاء، عميد كلية اللغة العربية، عميد كلية أصول الدين، ورئيس لجنة تطوير المناهج، ومدير عام صندوق الزكاة، مقدم البرنامج الديني الفضائي النصيحة منذ سنوات، وسيرة تطول وتطول وتطول مع سماحة الشيخ الدكتور حمدي مراد أعزه الله وأكرمه، فليتفضل مشكورا. مأجورا.